صباح الخير، أنا اسمي محمود سالم، أستاذ في كلية الطب القصر العيني قسم أمراض نسا، والموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة اسمه An Introduction to Critical Reading. هو الموضوع زي ما هو باين من اسمه كده، هو مش بالضرورة مرتبط بس بأمراض نسا، هو ممكن يعني هو مرتبط بحاجات كتيرة، وأتمنى إن هو يكون له فايدة بالنسبة لكم. يعني السؤال الأولاني هو إحنا أصلاً ليه بنقرأ؟ يعني مش بس كريتيكال ريدنج، من الأصل بنقرأ. وأنتوا بتقروا بقالكوا زمان جداً، من أيام ما كنتوا أول ما دخلتوا المدرسة وأنت بتقرأ بقى حاجات مختلفة، بس يعني إحنا بنقرأ مش بس الكتب الدراسية، أو أنتوا ما كنتوش بتقروا بس الكتب الدراسية، في حاجات كتير قوي قوي الواحد بيقرأها، الواحد بيقع تحت إيده إعلان، مجلة، جريدة، بيقرأ كتير جدا على النت، حاجات كتيرة بتقرأها حتى لو مكانتش بغرض إنك بتقرأ مقالة، في حاجات بتطلع لك على النت بتقرأها، حتى على السوشيال ميديا الناس بتكتب حاجات وهكذا. فإحنا بنقرأ كتير ولأسباب مختلفة، يمكن أكتر مما تتصوره أو أكتر مما تتخيل. ده إعلان اللي قدامكم، ده إعلان بتاع كريم. الإعلان شكله حلو، شكله جذاب، وعشان يوصل للصورة دي ويطلع شكله حلو كده وجذاب، ده اتعمل فيه جهد كبير قوي، واتصرف عليه كمان مبالغ كبيرة قوي. اللي عملوا الجهد ده ناس اتعلمت ودخلت كليات، في جامعات وكليات بتاعت ماركتينج، بتاعت تسويق، بيتعلموا فيها بقى كل حاجة، ازاي يقدم البرودكت، وازاي يصوره، وازاي يتارجت مين، وهكذا. يعني أعداد ضخمة جدا جدا من الناس ساهمت في عمل الإعلانات، واتصرف فلوس كتير قوي. طب هو ده كله الهدف منه إيه؟ الهدف منه هو إنه يقنع المستهلك إن هو يشتري المنتج بتاعه. يعني الإيم بتاع الإعلان هو الإقناع، والإقناع ده بقى عايز كل اللي قلنا عليه من مجهود وفلوس وناس ودراسة وكل القصة دي. ده كمان إعلان، واعلان في الغالب على الاقل بالنسبه لي انا مقنع كمان اكتر من اللي قبله، وشكله الطف بكتير وشكله جذاب، والهدف منه هو الاقناع. انت هتشوف حاجه زي كده، عينك هتقع عليها، هتقراها وهتقرا المكتوب جنبها، ان احنا مثلا ممكن نوصل لك ده لغايه البيت بسعر كذا، شامل كذا، ومن غير رسوم توصيل ومش عارف ايه، او يقول لك جنبها ادفع مش عارف كام وخد اتنين الى اخره. ده كلام مكتوب برضو الواحد بيقراه، بس ده بقى يعني مختلف شويه كمان عن اللي قبله. بمعنى ايه؟ انا ممكن ابص له من النظره دي اللي هي النظره الاتراكتيف قوي، او وجهه النظر الاتراكتيف قوي، وممكن ابص له من وجهه نظر ثانيه وثالثه. الثانيه ان انا ممكن اجيب لك ورقه تقراها كده، اللي هي بتقراها يعني من حين لاخر، وبتعكنن على الواحد انه الساندوتش ده اللي هو شكله جذاب قوي بيحتوي على ما اعرفش قد ايه فاتس، وبيحتوي على قد ايه كالوريز، وبيحتوي على قد ايه ملح، وان هو في الاخر بتطلع بامبريشن لا مش بالجاذبيه دي، بالعكس ده سلبي، يعني مش حاجه جذابه قوي. وبعدين وجهه النظر الثالثه بقى، ان انا ممكن اطلع لك حاجه منفره جدا من نفس الشيء ده، اقول لك عليه ان هو ده بيجيب مش عارف امراض ايه، وبيرفع السكر ايه، وبيرفع الكوليسترول، وبيجيب اورام سرطانيه الى اخر القصه دي. عشان كده هو هتلاقي انه التركيز دايما ان هو بيقعد يلحقك بالصوره الحلوه الاتراكتيف ليك. الحاجات التانيه دي بتقابلها كده بالصدفه كل شويه او من حين لاخر يعني. طيب يبقى اذا الواحد بيجي له وقت معين محتاج ان هو يفرز الكلام اللي بيشوفه، يعني في الاخر هذا الشيء ده كويس ولا وحش، ولا وحش قوي، ولا هو خليط من ده وده، لازم احاول احكم. تمام، ده ايه وده ايه. الكلام ده بقى لو خدناه وابتدينا نحاول نطبقه على مجالنا احنا اللي هو المجال الطبي، انتوا فيري سون هتتخرجوا ان شاء الله، وهتبتدوا تمارسوا الشغلانه اللي انتوا اخترتوها ودخلتوا لها كليه الطب. الطب زي ما انتوا عارفين يعني زيه زي كل مناحي الحياه، وهو يمكن كمان في تقدم كتير كل يوم عن التاني، كل يوم عن التاني بيطلع حاجات جديدة، سواء في التشخيص، في العلاج، إلى آخره، باستمرار في حاجات جديدة. فلو هتطلع دكتور أنت لازم هتقرأ، يعني البني آدم بيقدر يحتفظ بالنوليدج اللي بيمارسها فقط. يعني لو حد فيكم مثلا اتعلم إزاي يعمل متابعة حمل مثلا،
واشتغل الامراض ده صح، هيفضل فاكر ازاي يعمل متابعه حمل. انما انا لو سالت اي حد فيكم بعد ما يتخرج، تعالى بقى اشرح لي الاناتومي اوف ذا راديال نيرف، انا مش هقول لكم بقى ارجع بعيد وارجع اقول لك تعالى كلمني عن الجبر بتاع اولى ثانوي مثلا، لا، احنا لو بنتكلم على الحاجات اللي ما بتشتغلهاش، النولج بيتاكل، بيتاكل وات يو نو النهارده، بعد شويه هتلاقيه اتمسح من المخ خلاص، يبتدي يروح سنه سنه. يو ويل نوت ريتين اكسبت الحاجات اللي بتعملها، فهتلاقي انها حاجات محدده في المجال بتاعك وخلاص، بس مش هتقدر تعرف ايه اللي جد، ايه اللي ادخل جديد في ادويه، ايه اللي ادخل جديد في تشخيص، في حاجات كتيره جدا، في دراسات، في ايبيديميولوجي بتاع الديزيز الى اخره. فممكن بقى ساعتها الواحد يقع فريسه لمندوبين الادويه. الصوره اللي قدامكم دي لمندوب ادويه قاعد بيكلم دكتور على برودكت بتاعه، فهيجي يقول له والله احنا في الدواء ده، وانا عايز اوضح لحضرتك المنتج بتاعنا، احنا المنتج بتاعنا ده كويس جدا وبيعالج معرفش ايه وبيعالج ايه وهايل جدا ومفيش منه اي اضرار وحاجه عظيمه قوي. فانت هتروح واخد الورقه بتاعته دي والعينات اللي سابها لك وتبتدي تكتب الدواء ده. هل احنا بقى عملنا تشيك الدواء ده فعلا كويس ولا لا؟ طب ايه المشاكل اللي هو ما قالها لكش ممكن الدواء يعملها؟ طب ايه فعاليته بالمقارنه للادويه الثانيه؟ وبعدين ممكن يبقى كويس كل حاجه بس غالي مش مناسب، يعني احنا في بلد الناس امكانياتنا على قدنا، فمش بالضروره، يعني اقصد اقول انه في جوانب سلبيه مش هتتقال لك خالص. فالاختيار قدامنا ان احنا اللي ندور ونبحث، ولا تاخد حاجه كده على الجاهز وتشتغل بيها وتقفل على نفسك ويبقى ما عندكش اي مصدر تاني غير كده. طيب اللي بعده السؤال بقى، طب انت ممكن تقول لي طب ما هو يعني يعني غير بقى بخلاف الاعلانات بتاعه اي منتجات علشان تبقى جذابه، اللي بيكتب حاجه تخص الطب ده يعني هيكتبها ليه؟ ايه مصلحته يعني؟ بينشر حاجه غالبا الحاجه المنشوره دي حاجه حقيقيه وسليمه ومفيده وكل، يعني مش بالضروره قوي. هي الناس اساسا بتنشر ليه؟ الناس بتنشر، قد يكون واحد عمل دراسة وعايز ينشرها، أو عنده فكرة معينة في تشخيص أو في علاج وعايز ينشرها. طيب أهلا وسهلا. أولا اللي هو عمله ده مش بالضرورة نتائجه هتطلع صح، لأنه مش بالضرورة عمل الدراسة الكافية. ولو كان عمل الدراسة الكافية ما تقدرش تبقى ضامن من غير ما تفحص إن الديزاين بتاع الدراسة سليم. هو ممكن واحد يعمل دراسة لو الديزاين بتاعها تصميم الدراسة مش سليم، النتائج اللي هتطلع مش هتبقى سليمة، وبالتالي مش هتبقى applicable، يعني مش قابلة للتطبيق، ما اقدرش اطبقها. ده لو حد بينشر علشان عنده ما يتصور ان هو ساينس وعايز ينشر. انما في ناس بتنشر لاسباب اخرى. في واحد بينشر لانه عايز يترقى، ومن ضمن مسوغات الترقية ان هو لازم يقدم مش عارف كام بحث، فهو عايز يكتب حاجة وينشرها وخلاص، وعايز يستوفي المسوغات بتاعه الترقيه بتاعته، عايز يبقى عنده مش عارف كام بحث منشور. وفي حد تاني بيكتب عشان يكبر السي في بتاعه، عايز السي في بتاعه بقى في الاخر كده لما يجي يقدم في حته، بدل ما يكتب ان هو عنده 2 بحث منشور يكتب ان عنده 18 بحث منشور، هيبقى ده يعني تلميع له اكتر يعني. وفي ناس كمان ممكن انها تكون بتنشر علشان تروح مؤتمرات، يعني اوقات انت لما بتقدم بحث والبحث ده بيتقبل في مؤتمر، يو ار انفايتد تو ذس كونفرنس، وبتسافر وتروح وتيجي وتقعد في مش عارف فين وهكذا. وممكن تكون انت بتنشر لان انت عندك تعاون وثيق مع شركه منتجه لحاجه من اللي انت بتتكلم عليها في البحث، يعني شركه بتنتج دواء، بتنتج جهاز، بتنتج منظار، وات ايفر. فانت يعني لو انت كتبت بحث كده لطيف كده ومقنع، الشركه دي هتجاملك. يعني اقصد اقول انه مش كل حاجه طالما اسمها ان ده يعني ريسيرش يبقى اللي موجود فيه هناخد بيه على طول. انا ما قلتش كمان ان احنا هنكدبه، انما احنا مفروض ان احنا نفحصه، وهو ده المقصود بكريدير. طيب كويس، احنا اتفقنا ان احنا خلاص هنفحص الحاجه دي. يلا قعدت بقى وجبت الورقه، ولا لا ما هتفحص، هتفحص ايه؟ ده بيقول لك انه بيطلع كل شهر على ميدلاين، ميدلاين اللي هو الموقع اللي على النت اللي هو بيحط الساينتفك ارتكلز، 30,000 ارتكل في الشهر. هتقراهم ازاي دول؟
مش هينفع تقرا، وطبعا مفهوم ان احنا هنقرا في المجالات اللي هي تخصنا، مش هنقرا كل حاجه، بس يعني طب حاضر، مش 30,000، خليهم يعني 50 بحث، شوف بقى من 30,000 نزلتهم لك ل 50، حتى 50 مش هتعرف تقراهم، 50 في الشهر مش هتعرف تقراهم، تفحصهم كويس يعني. ففي الاخر لازم نعرف ايه الادوات اللي عندنا اللي تخلينا نقدر ننتقي ايه اللي هنقراه وايه اللي مطلع منه بحاجه مفيده. ده انترستنج كده، دي اعلانات كانت بقى لها حوالي قرن او اكتر شويه من 100 سنه يعني، اكتر كمان شويه من 100 سنه. ده راجل، مش راجل، ده اكتر من حد عامل علاج للازمه، انتوا عارفين الازمه، بس هو اللطيف بقى في موضوع انه عمل علاج الازمه سجاير. يعني حاجه عجيبه. يعني ازمه سيجرتس، وراسم لك واحد راسم سيجاره بتاع حاطط سيجاره وبعدين الدخان بيطلع ويلف ويسلك له مناخيره. انترستنج. وبعدين خلي بالك بقى كمان ان هو كاتب ايه، ان السجاير بتاعته دي بتعالج الازمه، هاي فيفر، فاول بريث، ريحه نفس الوحشه، وكل الديزيز بتاعت الثروت والكولدز ومعرفش ايه، ده كانكر سورس دي وبرونكيال اريتيشنز، يعني حاجه عظيمه قوي، بس بيعالجها بسجاير معينه، يعني سجاير مخصوص يعني. كلام شكله عجيب، بس هو في وقت ما بالنسبه للناس اللي كانوا عايشين في المرحله دي والوقت ده ما كانش الكلام عجيب قوي، واكيد في ناس اشترت البتاع ده وساعدته. وبعدين بص دول كمان، دول يعني انترستنج اكتر. واحد هنا عامل حاجه بقى يا سيدي، اولا فوار افيرفيسنت برين سولت ذات كيورز هيديكس اند اندايجشن، يعني هو عامل ملح معين، الملح بتاعه ده بيعالج بيه الهيديك والاندايجشن، وما تفهمش ده ايه، ما اعرفش. وبعدين في واحد تاني بيقول لك هو كان دف بس اي ناو هير كليرلي. طب ما حدش قال ان انت اساسا كنت داف ولا يعني، بعدين ما تفهمش ده ايه يعني، هو كده ما حدش عارف ده بقى جهاز ولا راس ولا ايه، ما حدش عارف. دكتور ويليام بينك بيلز فور بيل بيبل، بيل بيبل، هو يمكن يكون عامل حاجه مثلا لعلاج الانيميا ولا بتاع، فيها شويه حديد ولا حاجه كده، بس هو الاسم بصوا عامله ايه لطيف كده، دكتور ويليامز بينك بيلز. ما تفتكروش من فضلكم ان احنا رحنا بعيد قوي عن الموضوع، لا ده صلب الموضوع، لان ده حاجه بتتقري، اوكي؟ وفي وقتها كانت الناس بتقراها، ولما تقراها كان قدامهم حاجه من اتنين، اما ان هم يتحققوا منها، واما ان هم يقتنعوا ويعملوا اللي فيها وخلاص. يعني هي اتس فن ان الواحد يشوف الحاجات دي ومسليه وكله، بس لازم نطلع منها بدرس، حاجه مفيده. انه في الوقت ده كانت الناس بتقرا الحاجات دي، وبالتالي كانوا جزء منهم بيقتنع بيها ويروح يشتريها وياخدها وخلاص، والله اعلم دي كانت بتعمل ايه. بس دكتور ويليامز بقى تفوق على دفعته دول في حاجه، بصوا على الاعلام بتاع دكتور ويليامز ده تحت كاتب ايه، accept no substitute. جمله مهمه قوي، accept no substitute، يعني ما فيش غيره، هو كده وخلاص، يعني ما تاخدش اي حاجه، هو ده. وده ضد تماما الفكره اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، يعني وانا ليه اكسبت نو سبستيتيوت، مين يعني ايه مؤامره ايه يعني. المهم ان هو يعني ده تبع موضوعنا تماما. الناس دي مع الوقت ما اختفتش، لسه في بقى، ده واضح ان دي حاجات يعني احدث بكتير. هنا ده جريده مقروءه ومنتشره جدا جدا، كاتبه ايه بقى، statins هما الكي تو ليفنج لونجر. statins هي in case you don't know هي الادويه اللي هي بتستخدم علشان توطي ال LDL كوليسترول، اللي هو النوع الضار من الكوليسترول اللي ممكن يعمل بقى مشاكل كبرى في الهارت والبرين وهكذا. فقال لك الستاتنز دي حاجه عظيمه جدا، وبعدين خلي بالك بقى انه سوبر ستاتنز، سوبر ستاتنز بيت كانسر كمان. طب هايل يا ستاتنز، دي حاجه عظيمه قوي. بس احب افكركم بحاجه، يعني هو في صحفيين كتبوا هذا الخبر ونشروه في الصفحة الأولى بالعنوان بالبنط العريض زي ما بيقولوا، يعني يترخ يخبط كده كاتشنج الآي، ولازم هتشوفه ولازم هتقراه، لازم هيلزق في دماغك. بس الصحفي ده ما كانش قاعد كده في بيتهم وبعدين طقت في دماغه فجأة إن هو يروح كاتب الكلام ده، هو مؤكد إن هو يعني الكلام ده هو طلع دي من مصادر مفترض فيها إنها مصادر علمية، يعني في حد له وضع كتب او قال انه ستاتنز بتعمل كده. اصبر شويه بقى هتلاقي نفس الجريده بتكلمك على انه الستاتنز ريز ريسك اوف دايابيتس،
هي مش كانت من شويه دلوقتي احسن حاجه للحياه وبتاع، بعدين statins can be risk to health in general. هو طب انا يعني اصدق مين فيكم؟ ما انت ما هو ده هو ده. عشان كده لازم الواحد يبقى عنده critical reading اللي هي بنسميها يعني لو تحبوا اسمها قراءه نقديه، ان انا افحص الحاجه دي اشوف اذا كانت الحاجه دي valid ولا لا. هو زي ما اتفقنا الناس اللي في مجال الصحافه اللي نشروا الكلام ده ما جابوهوش من عندهم، هم جابوه من ناس مفترض فيهم انهم ناس علميين وبيتبعوا اساليب علميه وكل، لكن انتوا بقى باعتبار ان انتوا دكاتره محترمين هتبقوا عارفين تقولوا الحاجات دي ازاي. وبعدين ممكن نروح ابعد شويه، يعني هنا مثلا عندك ايه؟ يقول لك كانسر سكان ات سوبر ماركت. ده برضه جريده بتبيع جامد جدا، ديلي ميل دي يعني منتشره جدا جدا، والصفحه الاولى وعنوان جامد جدا كانسر سكان ات سوبر ماركت. يعني احنا بقى نروح السوبر ماركت براح تجيب قراقيش وربع رومي وبطاريات ريموت وبتاع وبعدين تعمل كانسر سكان، يعني خلاص هي حاجه سهله قوي. مش ما فيش يعني انتوا سمعتوا على حاجه كده مع ان ده كتب من كام سنه يعني ما فيش كلام من ده. وبقى واحد قال لك كيور فور اول كانسرز، دي بقى اللعبه اللي هي كل ساعه والثانيه حد يطلع لنا يقول لك كيور فور اول كانسرز. بليز بليز خليكم معايا بقى عشان عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. هي الفكره ان ده مش كلام فارغ وخلاص. يعني ما هياش حاجه كده نضحك عليها وخلاص. الكلام ده ممكن يبقى مؤثر جدا ومع الاسف ممكن يبقى تاثيره سلبي جدا. ليه بقى؟ لانه في مرضى كانسر كتير والكانسر مرض خطير وعلاجه كمان صعب ومزعج ومكلف. يعني يا اما عمليات جراحيه كبيره ميوتيليتنج سيرجري، يا اما كيماوي مؤذي وله اعراض جانبيه كتيره مزعجه ومتعبه قد تكون خطيره كمان، ويا اما برضو علاج بالاشعاع اللي هو مش بالضروره يعني هينفع في كل الحالات وهكذا. لو انا بقى كتبت حاجه زي دي وكتبت ان هو ده في كيور جديد للكانسر، what do you expect؟ الناس وارد جدا انهم يسيبوا علاجهم اللي هم ماشيين عليه ويروحوا يدوروا على العلاج الجديد اللي هو لطيف قوي وفعال قوي وما بيعملش حاجه، وده هيضرهم لانه ما فيش علاج ولا حاجه زي ما انتم شايفين. يعني فين ده اللي هو بيعالج كل الكانسرز اللي في الدنيا ده؟ ما فيش حاجه اسمها كده. فخطوره الحاجات دي ان الواحد ينشر كلام بالمعنى ده، ان انت حتى انا يعني بنشوف، مش انا يعني كلنا بنشوف انه من حين لاخر كده تلاقي ناس كاتبه لك ايه؟ لا ده ما فيش حاجه اسمها كانسر اصلا والناس دي بتاكل عيش. او يقول لك انه لا ده في دكتور مش عارف فاتح فين كده عنده خلطه اعشاب. هو يعني ممكن تبص لها على انها لا لا ده يعني سيبك من الكلام ده، بس الخطوره ان في ناس بتاخد الحاجات دي وتروح قبلها وانس ان هو قبلها يبتدي ينشرها زي العدوى كده، ولما ينشرها الناس بتتاثر سلبا، الناس مش هتاخد علاجها. شيز فيري سيريس الموضوع، ما هواش هزار ان الواحد يكتب كلام فارغ كده وخصوصا فيما يتعلق بصحه. طيب المقارنه بقى بين الصور القديمه والصور الاحدث اللي كنا بنشوفهم دلوقتي ايام يعني الجدع بتاع البرين سولت والسيجرتس بتاعت الاسمى والكلام ده، الناس وقتها ما كانش عندها وسائل للتحقق زي اللي على اليمين. lack of information، مفيش انفورميشن. يعني انت اديت له حاجه كده وقلت له البتاع دي هتضيع لك صداع وتضيع لك مش عارف ايه وتسلك لك مناخيرك وتفتح لك شعب وبتاع، هيعرف منين؟ لا كان في نت بقى ولا بتاع ولا حاجه خالص يعني، ولا يقدر يوصل لمجلات علميه ولا حاجه من دي. النهارده بقى عندك مشكلتك هي العكس تماما تماما، انت عندك فيض ضخم جدا جدا من الانفورميشن اللي هي بالضروره كتير جدا منها مش سليم ومش مظبوط ومغلوط سواء بالغلط او بعد عمد وهكذا. فيعني يعني الصعوبه اختلفت خالص في ال 100 سنه اللي فاتوا، من واحد ما عندوش الادوات اللي يقدر يتحقق بيها اذا كان الكلام ده صح ولا لا، الى حد عنده. يعني اكيد بتقروا مثلا يقعد يقول لك ايه الكافيين مفيد، لا لا الكافيين مضر، لا طب بص فنجان قهوه واحد في اليوم كويس، لا ممكن تاخد 3 فناجين قهوه في اليوم، لا مش عارف ايه. هي نفس الحاجه بيكتبوها، بيكتبوا عكسها، راح صدق مين؟ وقيس على ذلك بقى في كل حاجه، في كل حاجه يعني في كل المجالات مش بس الكافيين. يعني ممكن ناخد من ده بقى امثله زي ما انت عايز. اديكم مثال تاني، بقى لنا سنين بنقول ان الكوليسترول ضار،
وانه لازم الناس توطي الكوليسترول وبتاع. وبعدين الكلام ده دلوقتي بقى ريفايزد، لا استنى، ده الكوليسترول ده هو الفيول بتاع البرين، وده مهم جدا البرودكشن اوف هرمونز ومش عارف ايه. لا انت ما توطيش كل الكوليسترول، انت بس تحاول توطي حاجه معينه بنسبه معينه. يعني هي بتسمع الحاجه وعكسها، وتسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. فقبل ما الواحد ياخد بيها ويعتبرها حقيقه ويبتدي ينشرها، لازم الواحد يتحقق منها. طيب ايه بقى معنى الكريتيكال ريدنج؟ انه يعني انت ممكن تكون تكتفي ومش محتاج تقعد تعمل بقى او تمارس هذا الكريتيكال ريدنج في كل حاجه. يعني حضرتك مثلا اشتريت مروحه وادوا لك المروحه دي في كرتونه مقفوله، وخدت بعضك وروحت البيت، هتفتح هتلاقي ورقه صغيره كده مكتوب فيها ارشادات. هتاخد البتاع الوش ده تركب المسامير دي هنا، وتركب البتاع ده في الستاند بتاعه وخلاص. فانت ممكن تكون بتقرا علشان تاخد معلومات البوكلت او طريقه استخدام حاجه ولا بتاع، دي مش قضيه يعني، تمام. لكن في حاجات كتيره بتقراها مش بالبساطه دي ومش ستريت لهذه الدرجه. يعني انت ممكن تقرا علشان بتدور على علاج لحاجه. يعني النهارده يعني مثلا في حد عندك او انت شخصيا ابتديت مثلا طلع لك فسفوسه كده في الوش، فابتديت انا او انا طلع لي اي حاجه كده، فابتديت عايز اقرا شويه اشوف دي ايه، ممكن تكون ايه، ممكن اعالجها ازاي، طب ايه الجديد في القصه دي. وممكن تقرا لاسباب كتيره جدا جدا ومختلفه جدا ويعني متباينه تماما يعني. بس لازم في كل الاحوال انه لازم هتقرا، يعني هتشوف اللي انت قريته ده وتقارنه بالمعلومات العلميه اللي عندك قبل كده. يعني المفروض ان انتوا عندكم معلومات ودرستوها. وانا عارف النهارده جه واحد قال لك مثلا ان السكر ده، انا اكتشفت طريقه ان السكر ده مش هنعالجه بالانسولين، هنعالجه بحاجه تانية. طب خلاص اقرا وشوف اللي هو كاتبه ده فاليد ولا لا، واذا ما كانش فاليد يبقى خلاص، واذا كان فاليد طب هو ذو قيمه ولا ملوش قيمه، يعني له فايده ولا مفيش منه فايده. عشان كده احنا المفروض نتقبل فقط الحاجات اللي هي حقيقيه ومفيده، ترو اند يوزفل. بعد شويه كده هوريكم اكزامبل على حاجه يعني ممكن تكون ملهاش فايدة يعني. لازم تكون الحاجة اللي احنا بنقراها دي وصلنا الأول انها حقيقية، وكمان لازم نقدر نقرر انها اذا كانت هتفيد الناس او لا. واحنا بالتالي مش عايزين نتقبل اي حاجة عكس كده، مش عايزين نتقبل معلومات مغلوطة او مش سليمة وممكن تبقى ضارة او مؤذية. وبالتالي علينا ان احنا نفحص الحجج والحاجات اللي مقدمها الراجل اللي بيتكلم الكلام العلمي ده. هو بيقول لك انا اكتشفت انه الدواء ده احسن من ده، طب وريني اللي انت عملته، تمام. وبالتالي احنا مش عايزين اي انفورميشن وخلاص، احنا عايزين ريلايبل انفورميشن، يعني معلومات يعتمد عليها او يعتد بيها. عايزين فاكتس، وبعد الفاكتس دي هنعمل احنا انتربريتيشن للفاكتس، يعني اول اشوف انها فاكتس. لو حد بقى جنتو طبعا، حد بيقرا بطريقه نون كريتيكال، تكتس بروفايد فاكتس وخلاص. يعني انا قريت حاجه يبقى خلاص انا اقتنعت كده ان الحاجه اللي قريتها دي فاكت كويس، وبالتالي يو ريتين الحاجه دي، هتفضل فاكرها في مخك، ولما تقعد مع ناس هتروح قايل لهم. يعني انت قريت مثلا واحد بيقول لك انه اكل البيض مثلا مضر جدا، فتروح قاعد مع ناس تبتدي تقول لهم اكل البيض مضر جدا، وبعدين تروح داخل على صفحتك وكاتب ان اكل البيض مضر. طب انت كنت اتاكدت من الكلام ده ولا لا، او قارنته ولا ايه بالظبط؟ لكن النون كريتيكال ريدرز بيتقبلوا يعني اللي بيقروه بطريقه بنسميها بلايند اكسبتنس، يعني انا بقبلها كده عمياني وخلاص. ايا كان بقى المجال اللي بتقرا فيه، بس احنا طبعا وي فوكسنج على مجالنا اللي هو مجال الطب. بتاع الكوميك اللي تحت ده بيقول لك do you swear to tell the truth based on your beliefs that everything you read on the internet is true. في مع الاسف في ناس كده، في ناس معتبره ان الحاجه طالما اتكتبت على الانترنت تبقى معلومه. اكيد لا، اكيد اكيد لا. اي حد ممكن يكتب اي حاجه على الانترنت، اكتب اللي انت عايزه، ومفيش اي حاجه تمنع انه اي حد يكتب اي كلام فارغ في اي يعني في اي سبجكت. احنا طبعا تركيزنا على الطب، انما ممكن واحد يكتب لك اي حاجه يعني. وعلى فكره
يعني سيبك طبعا من فكرة ان احنا بنتكلم على منتدى مش عارف فلان ايه ولا بتاع ايه، ولا بتتكلم على موقع علمي، بس مع الاسف الشديد هتلاقوا ان الواقع انه في ناس كتير جدا جدا بتدور على طب وعلاجات على سوشيال ميديا. ما ينفعش انت لما تدور على حاجة ساينتفك تدور عليها في مواقع ساينتفك، بس مش اي مواقع ساينتفك، مواقع ساينتفك يعني معروف عنها انها دقيقة، وبعدين حتى لما تكون معروف عنها انها دقيقة هتاخدها وترجع تفحص اللي هم كاتبينه ده اذا كان ده فاليد ولا لا. انما زي ما كنت بقول مع الاسف الناس بتدور، يعني تلاقي واحد مثلا كاتب لك ايه مش عارف انا وشي مزرق وقاعد بكح وبتاع، وبعدين تلاقي بقى عالم رد عليه بيقول له مش عارف اشرب ايه واغلي ايه وبتاع ايه، وكلهم ما لهمش ادنى علاقه بالطب، لكن كل واحد بيفتي بمنتهى القوه وبمنتهى الثقه، ومفيش ولا واحد بيقول له انزل روح مستشفى يعني. ف لازم الواحد يبقى عنده بيفكر بالعقليه او بيقرا بالعقليه بتاعت كريتيكال ايدنج. بالنسبه لك لما تقرا حاجه المفروض ان ده اللي انت بتقراه ده لازم تبقى عارف ان ده يمثل، هو مش فاكت، هو يمثل وجهه نظر اللي هو كاتبه وخلاص. يعني حتى لو اللي كاتبه ده مش شخص، حتى لو اللي كاتبه ده 8 اشخاص ولا 10 اشخاص راحوا عملوا ستادي وكتبوا اساميهم عليها وراحوا نشرتها، كويس، مش معنى كده انها اصبحت حقيقه خالص. مش بالضرورة، ممكن الميثودولوجي اللي اتبعوه يكون غلط، عدد الحالات قليل، الاستدلالات والاستنتاجات بتاعتهم مش سليمة ومش دقيقة وهكذا، سواء عن طريق الخطأ أو عن عمد. احنا بقى مفروض ان احنا يعني بنتجاوز مرحلة انه ان احنا بنبص في ايه اللي بيقوله التكست. احنا مفروض نروح خطوتين ابعد من كده. يعني النون كريتيكال ريدر بيقرا بيشوف التكست كاتب ايه، يبقى هو ده حقيقه بالنسبه له ويشتغل عليها وخلاص على كده. ان احنا المفروض ان احنا نفحص الكلام ده نشوفه صح ولا. انا هديكم مثال كده، نرجع تاني لقصه انه البتاع اللي على النت اي حاجه بتقراها على النت صحيحه ولا لا. هتلاقي مثلا كتير جدا على السوشيال ميديا يروح قايل لك ايه رقم التليفون ده بيساعد الناس اللي هم محتاجين لبس مدارس ومحتاجين مش عارف ايه كراريس وكتب وبتاع، واللي محتاج حاجه يكلم الرقم ده. فبحسن ان هي تروح حضرتك واخد الرقم ده وحطه عندك، يا جماعه ده بيساعد الناس ومش عارف ايه، واللي عايز كراريس وكتب ولبس المدارس وبتاع، بعدين يبقى الرقم ده اساسا ملوش اي علاقه بالموضوع. ويبقى واحد عايز يضايق حد او يأذي حد فبيروح محول عليه الاف المكالمات. يعني انت تخيل انت لو حد مثلا حط نمرة تليفونك وراح كاتب عليها كده ده بيساعد وبيعمل بتاع، هتلاقي التليفون بقى وش وهتضطر تقفله وتغير النمرة وبتاع. يعني طب امال ايه اللي المفروض الواحد يعمله؟ ايه ما نعملش خير؟ لا تعمل خير، بس اتاكد الاول انه ده فعلا رقم تليفون جهه معينه بتساعد الناس، وتاكد ان الجهه دي جهه سليمه وبتعمل شغلها بشكل سليم، ما فيش احتمال انها تكون بتعمل اي حاجه مش مظبوطه بتنصب على الناس مثلا وهكذا. ان انا ما ينفعش ان انا اقرا حاجه ايه ده رقم الجهه اللي بتساعد الناس واروح منطوره في كل حته ورميه في كل حته من غير ما اتحقق. او كمثال على حاجه تانية برضو، تلاقي واحد منزل لك صوره شخص ما، وبعدين كاتب لك ايه الشخص ده ما حدش يتعامل معاه وبتاع، ده حرامي وده نصاب وبينصب على الناس ومش عارف ايه. وبعدين تلاقي الناس واخده القصه دي وعمالين يعملوا لها شيرنج باللفظ اللي يعني من اكتر الالفاظ شيوعا اليومين دول، شير. طب شير، هو انا كنت اتعرفت ان الراجل ده فعلا نصاب؟ ما يمكن هو على خلاف مع حد ولا بتاع، والحد ده حب يأذيه بشكل ما فراح حاطط صورته وكاتب تحتها ان الراجل ده نصاب ومحدش يتعامل معاه. ليه انا ابقى جزء من القصه دي؟ وليه اعمل حاجه ممكن تأذي الناس؟ انا عارف ان انا مش بتكلم دلوقتي طبا، بس هو المبدا ده قابل للتطبيق. لما يجي واحد يقول لك مثلا، يكتب لك حاجه يقول لك مثلا المفروض الناس اللي هي عندها كورونري انسفيشنسي دول المفروض ياخدوا الدواء الفلاني، فانا اخد الكلام ده وزي ما هو كده اروح اعمل له شيرنج، وانا من غير ما اتحقق الدواء الفلاني ده مفيد ولا لا، ولا بوسبلي مضر ولا ايه بالظبط، ولا اللي عايز يبيعه عايز يبيعه ليه. فيعني مهم جدا ان الواحد يفحص الحاجه قبل ما يصدقها ويبتدي ينشرها.
ولازم دايما زي ما اتفقنا نبصلها، لان دي وجهة نظر اللي كاتبها وخلاص يعني. وبالتالي الكريتيكال ريدنج ده ما هوش مجرد كلوز اند كيرفول ريدنج، يعني هو مش مجرد ان انت جايب تكست وقاعد تقرا كلمه بكلمه، لا. وبعدين هو كمان مش تصيد اخطاء، ما بيخشش تحت باب تصيد اخطاء ان انا جايب حاجه وعمال ادور انا هطلع لك بقى فين الغلط اللي فيه. انا بشوف اللي انت كاتبه ده الدلائل اللي عليه سليمه ولا لا، او احنا كده كدكاتره بنشوف اللي مكتوب ده الافيدنس بتاعه، هنفحص الافيدنس. طب هنبتدي منين؟ هنبتدي من الفكره دي نفسها والمنطق ده نفسه. Take what you read as the author's argument, not as a fact. يعني في شخص كتب حاجة معينة تخص تشخيص، تخص علاج، تخص طريقة انتقال مرض، إن كانت في الآخر اللي هو كتبه ده it's an argument، يعني ادعاء. يعني argument كلمة ليها أكتر من معنى، لكن من ضمنهم ادعاء. هو بيقول كده، أنا هشوف إذا كان الكلام ده صح ولا لأ، وهستخدم التولز اللي تحت إيدي، لكن مش هاخده على انه فاكت وابتدي اتعامل معاه على انه فاكت. هنكمل ده في الجزء الثاني ان شاء الله. Thank you.